كان صدر قرار ديال محكمة الاستئناف كذلك السابق بالإحضار إلزامي، أنا الحضور إلزامي يعني الإحضار. دخلنا المحكمة اعتبرت أن ستواصل المناقشة، ستواصل المناقشة، نحن لم نناقش الأمر وأعطيت الكلمة للنيابة العامة. قالت هو قال بأنه مضرب عن طعام ويرفض أن يمتثل للقوى العمومية، في حين أنه كخص الإحضار ديالو بالقوى العمومية. الغياب ديالو هنايا هو يتنازل، المحكمة طبقت الفقرة اللي كتقول أنه يمكنه هذاك الاستثناء اللي عندها، يمكنه أن تواصل المناقشة يعني البحث مع المتهم تقاضى، يعني استنفاد الفصل أو استنفاد مقتضيات الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية، أنه وجهت له الأسئلة والتهام وهو ناقش في الكلمة ديالو في الأجوبة ديالو، ناقش هذوك الحجاج اللي عرضتها الضابط القضائي واللي حضرتها الضابط القضائية من شهود ومن كلام ديال المطالبات بالحق المدني الضحايا، وناقش كذلك ذاك الخبرة الخبرة اللي جرات، ناقش كذلك المحجوزات، ناقشهم كاملين. حنا كذلك يمكن باقي الدور ديال النيابة العامة باش تناقش كذلك، يعني تما عرض عليه كل شيء، ولكن انه حرمنا حنايا من الاسئله، حرم النيابه العامه من الاسئله، بمعنى انه هذا هو النقص اللي حصل. اما هو الفصل 287 تم استنفاده وكان على اداره السجن على انها ديرنا صيفطنا تقرير واش بغا ولا ما بغاش، انا ما عرفناش، ولكن المحاكمة العادلة والبحث في الحقيقة على الحقيقة وفق الفصل 422 من قانون المسطرة الجنائية، فالرئيس خصو يحقها بجميع الوسائل، بجميع الوسائل. إذا هذه السلطة التقديرية ديال الرئيس، يعني بلوا بأنه هذه الإجراءات هي كافية، وبلوا كذلك بأن البحث أجري، وبقات يعني سنواصل المناقشة مع الأخذ الكلمة في غيبة المتهم، وأعطى الكلمة كذلك للنيابة العامة مباشرة في إطار سلطته التقديرية والتسيير. فإحنا ما تشاورش معنا حيت كيخصو يعطي الكلمة لدفاع الطرف المدني باش حنا ناخذوا الكلمة، ولكن الرئيس ربما طلبها له السيد الوكيل العام فقبل ويعني ارتاء ان يعطيه الكلمه هو الاول، عاد من بعد حنايا غادي نشدوا الكلمه. تحياتي.